هل نستطيع أن نطرد الشيطان من بيوتنا؟ نعم. كيف بعدوك يدخل في بيتك ويؤز أسرتك أزا ويوقد العداوات بينك وبين زوجتك، بل ويثقل الصلوات على أبنائنا ويعقد على قافية كل واحد منا عقد، عليك ليل طويل فارقد، وتستيقظ الأسرة والنفوس خبيثة سببها الشيطان، ماذا نصنع؟ اسمع قوله عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. حصنوها، اطردوهم بقراءة سورة البقرة لا بسماعها فحسب. البعض منا يضع الشريط، المرأة تطبخ والطفل يلعب والثاني يتحدث والقرآن يقرأ. القرآن حتى ينفع لابد أن نستمع له وننصت لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لذا اقرأ سورة البقرة بنفسك، قسمها بين أبنائك، الزوجة تقرأ جزءا منه حتى يحل الله على بيتك السكينة. ومما يطرد الشيطان إبعاد الصور، خاصة المجسم منها، تلك التحف التي نحتت على أشكال وتصاوير وهي من مواد صلبة، تحف كثيرة من حيوانات وبشر وغير ذلك، ونحتت هذه التماثيل إذا وجدت في البيت فإن البيت يدخله الشيطان. عائشة رضي الله عنها كانت لديها تصاوير معلقة في قماش كالستائر، وضعتها لتجميل حجرتها. إن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبر محمد عليه الصلاة والسلام أنه لم لا يدخل حتى مرطتها وأزالتها. إذن أحيانا يكون في بيوتنا موانع لدخول الملائكة ومستقبلات لاستقبال الشياطين، وكثير من مشاكل البيت سببها أن الشيطان يؤز أهل البيت أزا، وينزغهم نزغا، ويوسوس لهم حتى أوقع العداوات، بل وأوقع الحزن. ما تلاحظون البيت بين الإخوة بينهم قتال وبينهم خصام، ولا يجتمعون على سفرة ولا في مكان، والزوج والزوجة إذا خرجوا من البيوت يجدون الراحة، فإذا أقبلوا إلى البيت دبت الخلافات. إنه الشيطان. فحصنوا البيوت بتلاوة سورة البقرة وبطرد كل صورة منه. أسأل الله يحفظكم ويحفظ لكم، أستودعكم الله.